غياب زوز لاعبين اللي هما فالون يونغ وسوكاري اسني الاسباب برشا عباد تتسائل. لا ما فماش تساؤل، هو حاجه وحويجه بور كومونسي، هو من الاول سيتي بريفي باش نرتحوهم ابري لي زيفور اللي عملوهم ماتش بنزرت واحد كل شيء، تعرف انت نهار الاربعاء عندنا ماتش مهم في الكاس، دونك سيتي بريفي باش نرتحوهم. لكن السبب الحقيقي انه نهار الاربعاء في الليل وقت اللي تم تقديم الممرن الجديد هما ما جاوش للعشاء لاسباب تاديبيه. لاسباب تاديبيه اتخذت قرار، تعرف انت رئيس النادي اعطيني كارت بلونش في الامور التاديبيه وكذا، اتصلت بهم قلت لهم شبيك ما جاوش للعشاء، وقالوا بون بور دي ريزون نيمبورت شيمنا فيهم، اتخذ قرار تم بعد اللاعبين الاسبوع هذا على التشكيله الاساسيه، لكن من الاربعاء باش نلقاهم ان شاء الله في ليكيب في الجروب.